السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواننا في فلسطين. طبعا كلنا عرفنا بالمشادة اللي حصلت امبارح بين أندي دايلور لاعب منتخب الجزائر ولاعب مونبلييه الفرنسي وبين نيمار. طبعا كان في مباراة امبارح بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، وطبعا وهم طالعين بعد المباراة أندي دايلور اتعارك واتخانق مع نيمار. تعالوا نعرف ايه هي اسباب خناقه اندي دايلور مع نيمار امبارح جوه الحلقه، وقال ايه اندي دايلور على المشدق اللي حصلوا بينه وبين نيمار جوه الحلقه. بس قبل ما نخش على الحلقه يا ريت تنزل تدعمنا بلايك كتير، لان لايك كتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر. فما تبخلش علينا باللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش على الحلقه. في البداية كان مباراة امبارح بين باريس سان جيرمان ونادي مونبلييه اللي بيلعب له اندي دايلور مهاجم المنتخب الجزائري ومهاجم مونبلييه، وما بين باريس سان جيرمان اللي بيلعب لها نيمار. وبعد المباراة امبارح حصل مشادة ما بين اندي دايلور ونيمار بعد المباراة، والامن اتدخل وفضل اشتباك في الممر ما بينهم. وطبعا اتسأل اندي دايلور عن المشادة اللي حصلت بينه وبين نيمار، فرد بكل وضوح قال ان نيمار ممثل والناس كلها عارفه انه بيمثل، وانا طالبته وقلت له لازم تحترم الخصم على الحركات اللي كان بيعملها الاستفزازيه جوه اللعب، وقلت له انت لازم تحترم الخصم اللي قدامك. اي نعم هو لعيب كبير والناس كلها عارفه انه لعيب كبير، بس الناس كلها برضو عارفه انه هو بيمثل وبيستفز الخصم اللي قدامه، عليه احترام الخصم. ما علينا ان هو لاعب كبير، المهم انك تحترم الخصم مهما كنت لاعب كبير. وفعلا اندي دايلور عنده حق، وفعلا نيمار احنا عارفين كل كورة لازم يمثل، لو حد خبطه خبطة بسيطة بيقعد في الارض ويمسك رجليه والكلام ده كله، وبيخلي يعني هو بيستفز الخصوم انهم يخلوه يخبطوه ويتصاب اصابات بالغة بسبب اللي بيحصل ده، استفزازه وعدم احترامه للخصم. طبعا لنا رأيك في اللي قاله اندي دايلور، وايه رأيك في اللي عمله نيمار واللي بيعمله نيمار كل مباراة انه بيستفز الخصوم اللي قدامه. انا شايف ان التصرف ده غير لائق بلعيب كبير زي نيمار. قول لنا رأيك في الكومنتات، وكده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. تنزل تدعمنا بلايك، لان اللايك زي ما قلت لكم بيخلي الفيديوهات بتاعتنا ترشح، وشير للحلقة واشترك في القناة وفعل زر الجرس. سلام.